عمري مبروك لغيري بيك، خليت القلب لكن يثق فيك، كنت حياتي كنت الدنيا، جامي ظني تسمحي فيا. عمري مبروك لغيري بيك. دابا الفيديو اللي غادي نوري لك اليوم ديال واحد الدري كي بزاف شفت من هاد الفيديوهات، يعني فاش كان مجلس انا وحموده وداكشي بزاف كنصيبو فحال هاد الفيديوهات، ودير واحد الدري شاب في المغرب وعندو يعني 250,000 تقريبا في المشاهده على ديال اليوتيوب. انا ما كنعرفوش شكون هو اللي موري لي الفيديو، حموده خويا بغيت نوريه لك. دير واحد الدري قال لك معذب معذب وكيشكي على الناس شنو هو المشكل عندو، بغيت تتصنتي ليه. هاي جايز، هاي جنس، اليوم غادي نديرو هاد الفيديو. كيتسمع كي كيتسمى هاد الفيديو انا رياكشن سميتو رياكشن. هذه ساوزو رياكشن قاعدك مع الدان قلت انت يا نديرو هاد الفيديو رياكشن مع الوالدة، حيت كيعجبني نسمع النظرية ديالها، ولكن كوني صريحة ما تصنعي ما والو، قولي داكشي بحال داكشي اللي كتقولي لينا حنايا فاش كتشوفي هادشي، حيت موالفين ديما كنتفرجوا في هاد الفيديوهات وداكشي وكنضحكوا. تلتي قولي داكشي اللي كتقولي فاش ما كتكونش الكاميرا عندك. وانا ما عندكش موجودة فكرت صغير. يلا نشوفوا الأول. اول فيديو غادي عمري مبروك لغيري بيك، خليت القلب لكن يطبيك، كنت حياتي كنت الدنيا. سمعي المزيكا محسين انت تريحنا على طول. لا لا هادي على المزيكا باش بنادم يتحمس ليها. ماما خوشي هذا شي فيديو باش اليوم كنت جالس مع ليما بيا، كي جاتني الاخبار باللي البنت اللي كنت معاها عاودت لكم معاها القصه ديالها، باللي راه ولدات من موراها. خوشي كنت جالس فرحان، هو داكشي هزي شي سهره حتى يجي صالح. تصدمش اخوشي، اول حاجه درت مشيت ليوتيوب محيت الفيديو اللي قلت يالله لحتو انا وايمان ديال الماكياج تكونو شفتوه. مشيت ديريك شاد ايمان، قلت لها ايمان، قلت لها ايمان انا وياك ما نقدرو، ما انا ايمان انا وياك نسالي. قلت لها ايمان انا هيك نكذب عليك، انا هيك نضحك عليك، انا مازال كنبغي صاحب الشو قديمه وخا تزوجات. ايمان ما عجباش الحال، وانا عارف بلي بزاف لا يقولوا لي ما خصكش دير هذا الشيء، وبلي ايمان بنت طريفه، ايمان يعني فريمون ما عمرها جرحتني بشي حاجه. دابا واش فهمتي ولا فهمتي اش واقع؟ اش واقع؟ دابا هذا كان كيعرف كان كيعرف واحد الوحدة سميتها مع الضوحة، مات هذيك صافي مشات تزوجات وداك الشيء، وهو كيدير شي فيديوهات هنا مع واحد البنت أخرى سميتها إيمان. صافي فاش تعرف الأخرى ولدات وداك الشيء، هو دابا كيهضر مع هذيك اللي إيمان. هو راه معناتها عنده 10 سنين ولكن فهمتي؟ ديجات شبان لك فيه، شبان لك فيه
30 ما يقول. ولكن هو اش بان لك اذا بدا شي واحد واش تقولي لي؟ سيروني ديال الله يهديك سيقلب على المستقبل ديالك. شنو هو المستقبل ديالك؟ شنو هو المستقبل ديالك؟ قرايته ولا خدمته ولا شي تكوين. وهادشي ماشي مستقبل. وهادشي راه كيبان لي راه فتنه ماشي مستقبل. يا انا ما قدرتش نصغي ايمان وما قدرتش ندخلها لقلبي. انا ما خوشي القلب هذا مازال كيبغي ديك البنت. ومبنتش. قلبو حنين. طب. قلبو حنين مسكين. القلب هادو جدارك في القلب ديالو ابو حسين. جبالك في القلب ديالو. صاحب سمع ايمان وكنت شديت ليه فيديو كامل كنحيهم يوسف هو اللي ما خلانيش قال لي برد الصاط راه تقدر ترجع حوادك. انا خوشي ما عرفتش راسي واش مريض نفسانيا كلشي كيقول لي معقد. وما خوش ما هذيك البنت هي اللي كنبغيها وهي اللي بغيت. انا ايمان ندمش حتى علاش تصاحبش معاها وانا كنطلب منها السماح حيت انا مازال كنبغي ديك البنت مكنتيش ننساها. هذا ما كاينش الطرف ديالو ديالو الدري كيضرب 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 تصدمش اخوتي قسما بالله تصدمش. ما عرفتش مالي انا ما عرفتش مالي مالو ما كنت فكر شي لي سوفوني ما عمري دوزت مع ديك البنت ما عمري دوزت مع شي بنت شتاب البنت ديال دار تجي ديري دار شقيصه شتبقى عليك ماما بابا خاصه شو ما ضربوش نمشي ونضربو ما ديك البنت واش عندك غنشوفي غنشوفي محسن كيدير شي حاجه بحال هادي اش غتقولي لي؟ الظهر ورطب من الكتف. واش غادير ابو حسين؟ نصي خوك كيدير شي حاجه بحال هادي. ها؟ وانت هضر اصاحبي انت محط حدا هذا العيون كنشكش حشارني وندير ندير لي درت وشوف البنت هادي هذاك مخلي على هذا اللي كيقول معقول واحد الحب واحد الاحترام اللي هو بزاف اخوتي اللي ما لقيتوش في شي بنت واحد اخرى. انا محال ما قديتش نبغي ومحال واش غادي نبغي شي بنت واحده اخرى من غيرها. الحب الاول والاخير هو ديك البنت. ولكن سمعي الموسيقى الحزينه لتحت زعما الدري تبارك الله عليه يدير واحد الموسيقى حزينه لتحت و ياك يعني معذب بس وكيدير وعمرو ما يبغي وعمرو هو ديجا فهم احترام وبحال هذا زعما الصراحه اليوتيوب تلفت لي قال لا لا الناس ما يسمعوا ويعني كنتابق عليه وهذه صوتك ودابا سدوا بويا عمر وحلوا اليوتيوب سدوا بويا عمر سدوا بويا عمر ودوك اللي كتبوا بويا عمر في اليوتيوب كيف هذا ما كنفهمش ايه راه كنا داك الشيء كنا غالطين صغرنا وكنا تسطين وكنا ماشي لهالدرجة ماشي لهالدرجة ولكن كي تسطى لهالدرجة وما دارهاش في يوتيوب بعدا فهمتي بحال بو بحال بويه راه عارفينو كيديرو بحال الدرك ديالو بحال داك الشيء علاش ما كيعقدوش علاش ما كيقولوا ليه والو علاش ما كيضحكوش عليه علاش ما كيخليوه واخا عيق او عيط تفلاو عليه حتى غادي هو يعيق وما بقاش يدير هاد المصايب هادو هاد العجب. سمعي سمعي وكيما قلت لكم بزاف اللي يقولوا لي ايمان بنت طريفه وما تسهلش تفارق معاها وزيد وزيد انا خوشي الا بقيت مع ايمان انا غير كنافقها وهي كنكتب عليها عارفه من بعد غادي نمشيو نضربو كومنتات باش تعرفي حتى الشاب كيدير باش تعرفي حتى المراه الشيطان عارفه بلي كيجيني بنت طريفه دغيا دخلتني لقلبها ولكن انا قلبي باقي مقصح اخوشي وبزاف باقي مقصح هاد القلب هذا كيبغي ديك البنت.
وبغيت تكون بدايو معايا. يعني ربي عطا واحد النعم دواء طلب منك دواء والله شافيك دواء شافيك انت بحال زيزون انت ما قتلتش النعم Watch your car burn. Go ahead and watch my heart burn. Yeah, and you came out of my eyes. I took a nap and you came out of my eyes. Why did you do this? كل شيء بزاف يقول لي صلاح جميزة الصغير عطل راسك وقت وعيش الحياة وعليكم سمعتي أنا خوشي من الفيديو ما بغيتش بحال الفيديو الأول وما بغيتش تدوز عندي شي بنت وتقولي أنا نسيك فيها ولا شي حاجة أنا اللي غنقول لكم وهي دايما معايا نسى ديك البنت حيت ديما الله يشافي لا قال ديما نسي ديك البنت ديما باش ننسى ديك البنت يلا مريض واحد المرض قال لي داك كنبغي ديك البنت مريض ديالي ديك المرض صادق وخارج من القلب وبغيت حليت عيني حليت شوف ديك البنت ديك البنت كبرت على يدي هي مو هادي واقيلا حل عينو هي قال لك ويلي داك الشيء علاش كيبقى فيا الحال بزاف وكل نهار كنتعذب كنكون خارج في الطريق كنشوف شي جوج كوك فرحانين وضاحكين كنبقى نتعذب كنشوف شي جوج مزوجين معاهم شي دري صغير كنتفكر نهار قلت ليها انا ولد وليد نسميو امين ولا وليد نيجا نسميو انسي وليدي انا وليد خاصك لا يسميه تدري يسميه أمين ودري لا تسميه خاصك ذاك التيديو الحمر اللي كيدوزو فيه الخيوط تاع الضب في الحياة وذاك الزرق هو اللي خاص الزرق ها؟ والزرق واش تا يا وليدي فين المستقبل؟ فين القرار؟ قالك لا يسميه هو راه نور وقيل هو خاص باقي ما مديش 18 شحال عندك من ديبلوم؟ قاصر شحال عندك من ديبلوم؟ فين خدمتي؟ فاش خدمتي؟ شحال من تجربة عندك؟ انت خليتي هذيك الهضرة الخاوية ديال الديبلوم راه هو قال لك ديجا عندك الحنين صافي انا ما كرهتش الدماغ هذا اللي عندي هذا العقل اللي عندي تفورماطا ما بغيتش انا نعيش هاني تانا نعطي راسي فرصة ولكن اخويا شو ما قديش وكنطلب بزاف من ايمان سامح ليا وانا عارفكم باللي كامل غنقول لها شهر ايمان انا ما عرفتش هاد الحاله واش غادي تدوز انتوما هما العائله ديالي كتكون شي حاجه العائله ديالي هما ما كيعرفوهمش كاع هادوك اللي كيبقاو يقولوا انتوما هما العائله ديالي توحشكم ولا شي راه ما فيهمش الثقه عادي تصفي انت شكون اللي كتبغيهم وشكون اللي كتوحش وانت ما كتعرفهمش لا هاد الحاجه كتعصبني بزاف ما كنخبيش عليكم انا ديما كنشارك معاكم مع اي حاجه ديالي انا خوشي ما بغيتش نولي ندير شي غولاسيون ندمش تقول رولاسيون بالفرنسي شنو هي رولاسيون شنو هي العلاقة بالعربية؟ فهم الماما رولاسيو اللي كنت قال رولاسيو بالدم قال وريلاسيو بالفرنسي يا علاقة ايه تحت حسب صاحبش مع ايمان ودابا الى وليت درت شي غولاسيو كيف قلت لكم الفيديو الاول غادي تكون السواج حيت كاين واحد الحب اللي كيكون وسط السواج اللي كيكون الحب ديال الحالات وكنتمنى يا ربي ترزقني بشي زوجة صالحة اللي تبغيني ودير ما بين عيني ما كيدير ما قال لي ديال نيكو ديجا كيفكر في الشعر كله
مفيكسي غير على الجواج قبل من كل شيء الجواج وما باقيين ما صايبينش خدمه مقاده باقيين ما عندهم حتى حاجه الجواج دريه تاهم مفيكسين على الجواج من نهار كيفهموا شي حاجه كيتفيكسيو على الجواج الدراري تاهم ولاو تفيكسيو على الجواج اقلت من الدار هذه الشعب وكا شويه كيفكر في الجواج او مصورو الجواج انا خوشي والله يشمك الصح ومعدب بزاف حيت انا ماشي من داك النوع فاش كنت في داك الوقيته كانت صاحب بزاف انا يعني كانت عندي بنت وحده هي اللي بغيتها وبغيتها ولكن اخوشي القادر ما كتبتش ليه عاودي اخي طاح عليك القادر اجي نشوفها عايش مع الماضي وعدو من نهار كيتشكر عليه ديال الحياه فكنت كنتصور يعني ما تزوجش ديك البنت راه كنت كنقول غادي نهبل كنقول صافي ولكن كيقول لك بلي حنا راه مزوجين في السنه عاد كنتزوج وفلان ما عمرك كنتنش نهار بلي ديك البنت ما تكونش مع شي انا غتكون مع شي واحد اخر ما عمري هذيك كنتنها كنقول اني متزوجش بها غادي نحماق وداك الشيء اللي وقع ما تزوجش بها انا غادي نحماق وغادي نتسطاشي انا حيت انا كنحب من قلبي واش شغل بولي الا قال لك نحب من قلبي شغل بولي والله جبتي سير والله جبتي سير الله يكمل عليك من اعماق القلب شنو هو الاعماق القلب فسري لي هذه الكلمه العمق ديال الشحال شنو هو العمق الغرق انا نخش بالترجمات ليش بزاف ليش بزاف لا غادي نطلب منكم هي سي الزويد ديكم ونتاو معاه هزو هز يا ربي امين هزو يديك وقال لك اخوش راه ماشي مستغل بزاف البنات هضروا معايا في انستغرام وانساب وعارف نصارح كي داير انا فيه ما نصح حيت عندي اليوتيوب يعني سمعتي بنيات كي كيجبوني حيت عنده اليوتيوب خدام ف مروه يلا يا مروه بيلوت هذا هو البيلوت اللي كيسمعوا لي بناتي انا صاحب مع 10 صاحب مع 20 مع 30 مع 40 ولكن انا ماشي انت النوع شارو خان انا اللي ما ارتاحش قلبي ما كنديرش شي بلاصي و زين او ثاني رولا رولاسي ايمان ما يعني كنت مرتاح واحد الجو ديال الصداقة ولكن ملي دخلنا في غولاس وما هزيتي صلاح حطيتي صلاح خصوصا ملي جانا خوشي خبر ديالي راه لا خليك نقول ديرو لي لايك ديرو لي لايك وكنقول من الايمان شيء غادي يجيب لي الله شغل كلنا دابا كيفكر في هذيك الفرقه اللي هو تفرق عليا انا غادي كيتمنى لي حيت الفيديو هو تفرق عليا مستقبل
حيت شي وصفولي اللي ما خلانيش نحل الفيديوهات. قال لي لا راك غادي ترجع في مشيت الحاله غادي تفوشك وترجع حوادك وان شاء الله تصالح مع ايمان. ما يعني خويا سمعت خويا الكبير هذاك خويا الكبير حتى هو كيريه وانا ما عرفتش زعما واش نقدر نرجع مع ايمان ولا لا. حيت ايمان ما عمري بغيتها ما كان بغيهاش ما دخلتهاش لقلبي. هاد القلب هذا مازال كبير ولكن نقولها الهضره وشكون غادي يحس بيا خوش هذا تمشي دير الاجبار ولا يحس بيا اللي فيك اللي يحب ولا يحس بيا وكاين اللي ما غاديش يحس بيا ويجي نوري بالحب مجربش هادشي اش ما عمر واحد اش تلقاه كي كيتصاحب كيتخاصم هادي وهادي وهادشي اللي ولا دابا هادشي اللي مكرهني فهاد دابا هذا ما بين ما عرفناش واش فايمي جرومي زعما ولا ما فهمناش كيفاش كتبي يقول هاد الهضره هادي يعني مورا غتكون سايقه لي الخبر ما يمكن زعما ما عارفاش كي يدير وما كتقول ليه والو. كيفاش غتقول ليه مورا؟ انا ما عرفتش الا نتا ماشي دخل فلوس ولا شي حاجه. ما تيش واش حاب غير يدخل كاع من هادشي كله واش حاب غير يدخل اما والله مزيانش في الطريق راه كيدخل وراه بغينا نقولوا الهضره كي دايره ولكن واش عاد دخل فلوسها مزيان ها مزيان صافي دخل فلوس اي حاجه ديرها مزيان تبيع الغبره مزيان دير شي حاجه اللي ماشي تاريخ مزيان خاصك عاد دخل فلوس راه خاصك تحيد العقليه ديال ولا راه كيدخل راه كيديرها باش يدخل فلوس اييه ولكن راك شنو كدير باش تدخل الفلوس هذاك الشيء هو اللي خاصنا نحكموا يعني راه باينه في راه في وجهه باينه في كيتوقع يعني مشيت خوفت ولكن سمعي المزيكا اي تصاحب مع هذا وهذا وحده يدير 10 وحده يدير 10 يعني ما كاين لا حد تخرج مع تخرج مع الاخر تخرج مع الاخر هذا هو هذا هو المهم شنو نظن المهم خوش انا صح المغرب رسخوا هو اللي في المغرب في الدرجات 10 فوق مع المغرب هو اللي في المغرب قلب هذا كيما قال لي هو كل شيء هو القلب هذا قلب هذا يخرج منه حب خالص ليها وليكم اخوتي كنبغيكم انت شكون في عارف الله يرحم الوالدين سير اللي مخليني عايش فرحان ومنك نوصيكم كاع اللي كيقول في الاخر ديال الفيديو كنبغيكم ولا توحشتكم ولا شي حاجه راه كيكذب عليكم حيت ما يمكنش يتوحشكم حيت ما كيعرفكمش. هذه هي الصراحه اللي كنقولها لكم من عندي انا. يمكن يعني كيعاد واحد غراتيتود هنا من جهتكم يعني حيت نتوما اللي كتفرجوا فيهم تبعينه ولكن باش يقول كنبغيكم ولا توحشتكم راه ما يمكنش يعني راه كتوحش موك باك واللي عندك نيتك واللي كتعرفو معاشرو هو اللي كتوحشو وكتبغي ماشي عا كتفرج فيها كنبغيكم يا لطيف. صافي سير الفيديو ما ديال اليوم غنمشيو نوريك شويه الكومنتير ما باش تعرفي حتى الشعب شنو انا دابا فاش كنقول الكومنتير غادي يعطيوه ما عطاه الله ساعه قرايات يا لا لا ما كتبانيش عرفتي يا حبيبتي يا اخي بديتي ما خافش حتى هو اللي كيقول هادشي واحد كيقول لي بغينا نشوفوا ديك التصويره ديال ديك البنت شوفي العطيه كدي يا شاف الهويه خويا صلاح اللي مكتبه ليك في السماء ما كاين اللي ملاقيها في الارض اخرى واحده اخرى باش عرفت هي بقره حشومه اللي كتفلها على ايمان وات ايمان راه عند الزر تقولي الايمان على رساله تقوليها الايمان هذه ايمان ايمان ما مصدقاش هذا انت تقول ما صدقتش من انا حتى حاجه ودخلت ندير عقلي حتى حاجه وما لا صدق وكاين ايمان وكاين شي لا لا كاينه كاينه ولكن ما نوريها لك حتى هي مديره معاها واحد البراك ولكن طفات الكاميرا جوست
المهم كيف قلت لك الدماغ دايره مع شي كاميرات خفيه اخرين غنوريهم لك في اللقطه الجايه. غنوليو نديروا هذا الفورمات يعني غادي حنا موالفين ديما كنتفرجوا في هذه الفيديوهات ديال اليوتيوب وكنبقاو شادين شويه القشابه وداك الشيء. وانا نختار الفكره يعني نولي نشد فيهم القشابه اون ديريكت في الفيديوهات ديالي وهذا الشيء اللي غنوليو نديرو. صافي سلمي. هاي جايز. السلام عليكم. هاي جايز. هاي جايز نشوفكم في اللقطه الجايه ان شاء الله.